بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله مولانا العظيم. وسيد الخلق بيننا لا يغيب عنا من خلال الأحاديث النبوية الشريفة ككل يوم هو متواجد بيننا، والصلاة والسلام على حبيب الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. صدق رسول الله. تنوع كبير في حصصنا، واليوم طبعا مع الدكتور عبد الباسط، المهارات الحياتية المجتمعية الدورة التدريبية الثانية Community Life Skills. وطبعا كما قلت هو ضيفنا الجديد المتجدد الدكتور عبد الباسط في هذه المبادرة الرائعة. إذن عبد الباسط عباس محمد أبو الحسين، المؤهل دكتوراه في الصحة النفسية تربية خاصة، ماجستير بعنوان فاعلي التدخل المبكر في خفض وعلاج اضطرابات التخاطب والنطق والكلام لتحقيق عملية الدمج لدى الأفراد المعاقين ذهنيا التباين القابلين عفوا للتعلم، دكتوراه بعنوان فاعلية برنامج سلوكي في تنمية بعض السلوك لتكييف أطفال التوحد. طبعا هنا من يود التواصل، هناك تليفون الدكتور يمكن التواصل معه. وظيفته الآن هو استشاري وخبير تأهيل معاقين. إذن هو أيضا رئيس مجلس أمناء معهد النور للمكفوفين بقناة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة ابني ابنك للتنمية والفئات الخاصة، عضو في منتدى شمال إفريقيا للتربية الدامية جبل المغرب، عضو مجلس إدارة الجمعية العامة للمسلمين بمصر، عضو مجلس أمناء مؤسسة تأهيل المعاقين بقناة، الإشراف على حضانة كندر بالمدرسة التمهيدي كيجيوان كيجيتو فصول الغد المشرقي ذوي الإعاقات الدينية والتوحد والشلل الدماغي، عضو الاتحاد الإفريقي لنشر ثقافة الطفل بتونس، عضو الشبكة العربية للتأهيل المجتمعي بمصر، عضو الشبكة الإفريقية للتأهيل المجتمعي أيضا، وعضو الاتحاد الإفريقي لنشر ثقافة الطفل بتونس. طبعا تبارك الرحمن كما ترون خبرة وقدرات هامة جدا للدكتور. طبعا هو استشاري ايضا بالاتحاد العام لرعايه الطفوله العالمي، استشاري ومدرب مهني بكامبريدج، استشاري لجمعيه تقدم الاشخاص ذوي الاعاقه والتقدم ادفانس بالقاهره، مدرب ومشرف دبلومه مهنيه ودورات معتمد من جامعه عيد شمس، محاضر دراسات عليا كليه التربيه بجامعه اسيوط، مدرب بمركز الاحتياجات الخاصة تابع لكلية آداب جامعة جنوب الوادي، فاحص أرلن معتمد الحاسية الضوئية وصعوبات القراءة، عضو منظمة الإرادة بلا حدود بتونس ومسؤول بمصر، عضو لجان النادي العربي بقطر، وعديد طبعا من أكاديميات بالمغرب وبالجزائر. وبإذن الله نبدأ مع المهارات الحياتية. تفضل يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل المرسلين، وكل عام وأنتم بخير كل الحاضرين وكل الغائبين وكل أخواننا من الدول العربية بالعام الهجري الجديد
إن شاء الله يكون عام سعيد علينا وعلى الأمة الإسلامية جميعا يا رب، ويصلح أحوالنا وأحوال المسلمين جميعا يا رب. طبعا أنا بتقدم بالشكر للأستاذ أمير وأختنا هدية وكل الموجودين والأخت فاطمة والناس اللي شجعونا والناس اللي بيعملوا العمل الجميل ده، العمل المدني اللي هو نقدر كلنا نتعلم من بعض. دائما أنا بقول الحتة دي، كلنا بنتعلم من بعض ولو جزئية بسيطة. فاحنا اتكلمنا المرة اللي فاتت كان على المهارات الحياتية، وفعلا المهارات الحياتية زي ما قال أحد الأخوة هي احنا دي بنقصد بها الأولاد اللي هي من التربية المختصة، ولكن هي تمشي وتستمر ولابد أن نعلمها لكل أطفالنا سواء من التربية المختصة أو الأولاد العاديين، لأن دي من التربية الإيجابية في حياتنا وفي أسرنا لأولادنا. أنا ابني عشان أعلمه كل المهارات يبقى مستقل، يبقى عنده استقلالية في عمله، يبقى عنده ثقة في النفس، يبقى ما يتخافش عليه في أي موقف من المواقف. فإذن المهارات لابد أن تتعلم للجميع وليس للتربية المختصة، ولكن التربية المختصة إن هم إحنا اللي بنميزهم إن هم قد يكون بالنسبة للمرحلة السنية بتاعتهم والمرحلة العقلية العمر الزمن والعمر العقلي غير متوافق، فلابد إن إحنا نبدأ بنعلمه هذه الحاجات بحاجات بسيطة وزي تحليل مهمة وحاجات متدرجة ومبسطة ومن السهل إلى الصعب، يختلف عن باقي الأولاد. فأنا المرة اللي فاتت تكلمنا على جزء من هذه المهارات، هبدأ حنكمل هذه المهارات، ولكن أنا هعمل تذكرة للمهارات السابقة. ربما حد يكون من أول مرة يحضر أو ما حضرش المرة السابقة، هناخد فكرة سريعة عن هذه المهارات والكلام الطيب والكلام الجميل اللي قلتوه على تفسير هذه المهارات في السؤال اللي طرحه استاذنا امير. شيء حلو وشيء ايجابي وشيء يعني يدي تحفز ان الناس لديها المعرفه ولديها الثقافات، وزي ما برضو كلنا نتعلم من بعض، قد انا اكون كلمه وقد انت تقول كلمه، انا استفيد وانت تستفيد. فإحنا دايماً أولادنا عشان دايماً عايزين نوصلهم لمرحلة أن هو يدمج في حياته سواء حياته المنزلية، حياته اليومية، حياته الأسرية، حياته المجتمعية، حياته المدرسية. فأنا عشان لابد أن أعلمه هذه المهارات عشان يبقى عملية الدمج فيها سيولة، وزي ما قلنا أنه هم من المجتمع وإلى المجتمع وللمجتمع، وربنا أوجدهم لأن حياتهم لهم معنى، فكل من لدينا حياته له معنى. فإحنا اتكلمنا عن المهارات الحياتية، ودي هذه المهارات لنا شرحتها المرة اللي فاتت أو حنكملها المرة دي، بيبقى جزء من المهارة. يعني مثلا المهارة بتبقى عندها بتاع 20-25 بند، فأنا بكتب 4-5 بنود وبشرح بند كمثال لأن الوقت، ولكن بعد كده لو عايزين نكمل حنكمل مفيش مشاكل. المرة اللي فاتت اتكلمنا على مهارات استخدام النقود، إزاي الولد يستخدم النقود سواء نقود معدنية أو نقود ورقية، وإزاي الشراء وإزاي البيع ويعرف يشتري إزاي الحاجة. اتكلمنا على إعداد الطعام، إزاي الولد يعرف الطعام ويصنفه ويعرفه ويجهزه. اتكلمنا على حاجة اسمها الصيانات المنزلية. اتكلمنا على الغسيل والكي، إزاي الولد يتعلم معنى كلمة غسيل ومعنى كلمة كي، وإزاي الغسيل المتسخ وإزاي الغسيل مش متسخ، اتكلمنا عنه. وأنا المرة فاتت ما نزلتش باوربونت ولا كان في مادة، المرة دي الباوربونت يشمل المحاضرة السابقة والمحاضرة الحالية، يعني موجود حبه مع الأستاذ أمير، اللي ما حضرش هيبقى الكلام ده كله في بعض التفسيرات، لكن زي ما أنا حكيت معاكم إن دي مش كلها، إن المهارة بنحط فيها 5-6 بنود، الـ5-6 بنود نشرح بال، ولكن لو مستقبلاً عايزين نكمل مفيش مشكلة. تكلمنا على الأمن والسلامة، إن لابد أولادنا يكون في المهارات يبقى في أمن وسلامة، يعني حماية، ما معناها إن لما يكون في عمل أو في منزل يبقى عنده حماية. تكلمنا على السلوك الإيجابي، التواصل مع شخص أو مع الأشخاص، التواصل مع الأصدقاء،
اتكلمنا على المهارات التنقل والمواصلات، ازاي يعرف المواصلات والتنقل وازاي يعرف يروح المدرسه ويجي المدرسه. اتكلمنا على مهارات الهندام، ازاي يعرف هدومه وازاي يلبس بنطلون وازاي يلبس جاكيت، الحاجات دي كلها مهارات. اتعلمنا على مثلا مهاره زي تنظيم الوقت. فالنهارده هنكمل باقي المهارات اللي هي عباره عن ازاي الولد يتواصل او يتفاعل في المناسبات والاحتفالات العامه، ازاي ضبط النفس، الروتين اليومي، التوظيف، الميزانيه، النظافه المنزليه، العادات الصحيه للاكل والشرب. ده ان احنا هنتكلم عليهم النهارده، ان احنا هنقول كذا بند من هذه المرات ونبدا نشرح بند مثال لازاي يتعمل. لان هذه البنود بيبقى لها، عشان قادر انا اعمل مثال او انا اعمل تجربه الولد، بيبقى في ادوات وبيبقى في محكات العمل مع الولد وبتبقى في اجراءات وفي اختبارات خاصه للتدريب. دي بنشرحها على حاجات بسيطه بحيث ان اللي ما فيش اي فكره عنها بيبدا ياخد فكره ازاي يعرف المحك بتاع الولد، ازاي يعرف مهاره الولد، ازاي يعرف ان الولد فعلا بدا يثق في نفسه. لاني انا اولا بعمل الشيء، ثانيا ممكن ان انا بعمله بمساعده جسديه او مساعده لفظيه او بعد كده بسيبه من غير مساعده الى ان يبدا باستقلاليه مع نفسه. ده الكلام اللي احنا شرحناه المره السابقه، او تقريبا كانت محاضره قبل المحاضره اللي فاتت. فاللي ما حضرهاش هيبقى الباوربوينت موجود، وممكن يعني اللي عايز ياخده اللي عايز يطلع معاه، فالحريه مع الاستاذ امير، وانا ما عنديش مانع. وتحت امركم في اي اسئله او اي خدمات، وتليفوناتي والتواصل بتاعي موجود مع الاستاذ امير. نعم تعال. عايز يسال سؤال او يتكلم على حاجه في اللي فات كان حاضر، او استفسار عن الحضور قبل ما اخش في باقي المهارات؟ لو حضراتكم عندكم استفسارات عن المهارات الحياتية، عن الحاجات اللي فاتت، الدكتور عنده استعداد، وهو أصلا متخصص كمان في التوحد، وعملنا محاضرات عنها، فإن شاء الله بنعمل محاضرات كمان مع حضرته إن شاء الله بإذن الله تعالى. لو تقدروا أي سؤال أي شيء دلوقتي قبل ما نبدأ اللقاء، ممكن نكتب على الدردشة أو من خلال المايك. حضراتكم المايك ممكن نفتح من عندكم، يعني عادي انا فاتح كل حاجه، الشات والمايك ما بقفلش، مفتوحين لحضراتكم. طيب لغايه الحين ما فيش يا دكتور رواني، ممكن حضرتك تكمل بعد. ايوه تمام، اتفضل. طب هنتكلم النهارده على النظافه المنزليه. طبعا انتم عارفين النظافه دي شيء مهم، والنظافه من الايمان، وان بالذات نظافه المنزل، ان احنا دايما بنقول الشخص أو العائلة بتبان حتى تحكم حكمها على هذه النظافة. إن إزاي يبقى فيه أغراض شخصية، إزاي يعرف المكان تخصصه إيه، إزاي يعرف ينظم أطباقه. فإحنا لو بصينا على النظافة المنزلية فيها بتاع 25 بند، منهم الخمس بنود اللي إحنا هنقراهم دول، إن هو إزاي الطالب أو الطفل أو الإب يعيد الأغراض الشخصية بعد استعمالها إلى مكانها. أنا استعملت حاجة شخصية، غرض شخصي، أي شيء، سواء حاجة أكلت فيها، حاجة لبستها، حاجة قعدت عليها، دي أغراض شخصية. إزاي أنا بعد ما بستعملها أوديها المكان؟ أنا أكلت في طبق، إزاي أودي الطبق لمكان ولا أسيبه مكانه؟ نعم، في حد بيتكلم؟ لا ما فيش حد. حضرتك هو بس ما انا عاوز اقفل المايك عشان هم ساعات بيتكلموا من خلال البيت، فتبقى صعبه يعني. اتفضل حضرتك. مثلا انا بكتب او معايا كتاب، ازاي انا بعد ما خلصت الواجب بتاعي او كتابي او انا في مكتبه وقريت بعض الكتب، ازاي الحاجات دي اعرف ارجعها وبشكلها الطبيعي وبشكل مرتب. انا جاي مثلا خارج من داخل البيت وجاي من الشارع، وحقلع هندامي وحقلع الأحذية بتاعتي، هعرف إزاي أودي الحذاء بشكل مرتب في المكان المخصص بتاعه.
أنا أكلت، إزاي أرجع الطبق بتاعي إلى معدة الطعام، أو أدوات الطعام كلها إزاي أنا أشيلها من المعدة وأوديها بالشكل الصحيح. كل هذه البنود طبعاً ده فيها 20 بند تانية وأكثر، لابد أن يكون الإب سواء من التربية المختصة غير التربية المختصة يكون عنده هذه البيانات عشان يتعلمها. لابد يتعلمها مراحل، لابد أني دائماً إحنا بنقول اللي بيشوف بيتعلم أكثر، اللي بيشوف صورة، اللي بيشوف حد بيعمل حاجة، اللي بيقلب بيتعلم أكثر. لو قلتنا مثال مثلاً على أول مثال، زي الولد يعيد الأغراض بتاعته بعد أن استعملها إلى مكانها الصحيح، أنا عشان خاطر أعلم الولد إزاي يعمل هذا الموضوع بيبقى عندي أدوات. الأدوات لإما شوية ألعاب أو شوية ألوان، لأن دايماً إحنا بنقول التعليم باللعب، التعليم بالقصة. أنا لما أكون هعمل نفسي بلعب في شيء معين، ولكن أنا الهدف بتاعي من هذا اللعب أو من هذه الأدوات اللي جبتها إن أنا حروح أشيلها. ولتكن مثلاً مثال إني أنا عندي بعض الأطباق، بعد الكوبايات، بعد الحياة بتاعت السفرة وبعد ما أكلت، فدي أداة. إزاي هذه الأداة أنا حوريه؟ فأنا حرص الأدوات دي وأعرف جبناها إزاي وأعرف استعملناها إزاي وإزاي أروح أشيلها في مكانها المناسب ليها. إزاي أعرف إن الولد بدأ يشتغل إن هو في حاجة اسمها محكات الأداء؟ إن أنا عندما أطلب من أن يعيد الشيء إلى مكانه بعد ما أكلنا من استعماله، قد مرة يعرف قد مرة ما يعرفش، قد مرة أنا أساعد، مرة أنا أخذ بإيده وأدي الحاجة عشان قاطر في الآخر يبقى التقليدي، يبقى أنا بطلب منه أن يعيد الحاجة بعد ما انتهينا من استقبلها. أنا هنا في المحكة حشوفه، هل عرفها؟ هل أنا ساعدته؟ هل عايز حاجة لفظية؟ عايز حاجة جسدية؟ أنا هشيد معه بيبان من هذا المحل. لكن أنا في الآخر عايز أوصل إن هو الولد يتعلم أن يعيد الشيء باستقلالية من عنده هو بعد ما انتهى من هذا الاستعمال. لو وصل لدي يبقى كده إن هو إيه الإجراءات اللي بتتبع عشان يعلم. طبعاً دائما إحنا بنقول المعلم، المدرس، الأم، الأسرة هي اللي بتبدأ عشان هو يراه. أنا يبدأ المعلم مثلاً في الدراسة في المركز بالتدريب بالملاحظة مع الطالب بعد ما يلعب، هل هو شال ألعابه إلى مكانها أم ما شالهاش؟ لأن لو شالها يبقى كده المشكلة في حالة ما شالهاش، يبقى لازم إن إحنا هنتدخل. أنا بسيبه أتركه يلعب وإن هو ما عادش حاجة إلى مكانها، لابد أنا أدربه على الأشياء بمساعدة زي ما قلنا، إما باللفظ إما بعمل شيء مكافأة لتشجيعه اللي حيشيل الحاجات دي في مكانها مثلا أو حيرجعها مكانها الطبيعي، إن أنا أديله مشجعة سواء لفظية سواء معنوية سواء كلامية، يعني أديله حاجة محفز إن هو شاطر، إن هو عمل الحاجات دي، إن إحنا هنعمل كذا، إن خد الحاجة كذا، بحيث إن هو يبقى الاستقلالية إن يقدر يعيد كل الأغراض إلى مكانها بعد ما يستعملها. في مرحلة تانية ممكن أوجهه زي ما إحنا قلنا لعادة الألفاظ، أو أنا في الأول بشيل الحاجة وتاني مرة خمسك معاه الحاجة يعني جسدية، وبعدين بقدر أشوله لغاية ما يعرف عشان خاطر يقدر يستعمل مثلا في المدرسة الحقيبة بتاعته، زجاجة المية بتاعته، هذه الأدوات اللي تناول فيها الطعام بعد وجبته سواء داخل الفصل خارج الفصل أو أي أداة مدرسية، كتاب، كراسة، رسم كده. فأنا لازم أدربه لإما بالإنماءات زي ما قلنا أو باللفظي أو بالمساعدة حتى يتعلم، وأذكره بالأماكن اللي هي في المكان المختص للعاب. لازم أراعي هنا في اعتبارات لازم المدرب يبقى واخد باله منها، في فنيات التعزيز اللي احنا قلنا عليه، كل ما يعيد غرضه بالطريقة السليمة كل ما أنا أديله معزز والمعززات كتير عشان خاطر يبقى فيه ثقة بالنفس بتاعه. وبعدين بعد ما بعلمه دي لازم يبقى فيه إجراءات للتعميم، اللي مش معنى إن هو في الفصل يشيل حاجته بس أو في البيت يشيل حاجته بس، لا يعني لابد إن
بعلمه هذه المهارة، اني اما بقول للاهل النهارده عملنا كذا اعملوا كذا، اعممها مع معلمين، اعممها مع زمايل تانية، بحيث ان هو في اي مكان هيبقى موجود يبقى عارف اني الاغراض اللي انا استعملتها مش حاسبها، اروح اشيلها في المكان المعين. ودي والله في ناس كبيره ومتعلمه ويكون قاعد في مكان يسيب الاغراض بتاعته ومستني حد يشيلها له. وده للأسف إن بعض الأسر بتساعد أبنائها على ذلك، إن هي ما بتقولهوش لا شيل يا بابا الحاجة دي، أنت قلت بابا الحذاء بتاعك شيله في مكان، بتسيبه تقوم هي تعمل كل شيء وعايزة تريح الولد. كده الولد بيبقى موضوع تاني ويبقى عنده فشل في بعض حاجات كتير لتكاليته على الأسرة، تكاليته على الأم، جيتوا على الاخ الاكبر. فدي طبعا اتكاليه المفروض ما نحصلش احنا بيها. دي بالنسبه للنظافه المنزليه، وده مثال من الخمس امثله، وفي يجي 20 مثال ثاني. كل مثال لابد ان يكون لي ادوات تعليم، لابد ان يكون لي محكات اداء توجيهات للمعلم، ولابد ان يكون لي في الاخر ازاي انا اعممه، لان لازم الحاجه تتعمم على كل شيء. في عمر كم سنة حضرتك؟ في نعم. حد بيسأل حضرتك في عمر كم سنة يعلمون النظافة الشخصية أو نظافة المنزل يعني؟ احنا لسه بنحكي دلوقتي، هو طبعا دي معمولة للفئات الخاصة، لأن الفئات الخاصة قد يكون عنده 12 سنة ولكن عمره العقلي بتاع 10 أو 9 سنين. نعم. فالحاجات دي ما بيعرفهاش، عشان خاطر نعلمها له بنعلمها له بمحكات أو بتحليل مهمة بسيطة. وفي هنا حقيقي مثلا حاجات حنعلمها، لكن هو عمره كم سنة ممكن تبقى للأولاد اللي ما عندهمش أي مشاكل، الأولاد النورمال، الأولاد العاديين، المفروض من الصغر طول ما الولد بيلبس الحذاء لوحده، لأن في السن الصغير مثلا لغاية سنتين ثلاثة وأربعة أنت بتلبسه الحذاء، أنت بتلبسه الهندام، أنت لسه بتعلمه. لكن حدين معرف ووعي إن ده حذاء وده بنطلون وبيعرف يلبس لوحده، يبقى المفروض يتعلم ازاي يشيل لوحده. لو احنا غرسنا في هذه الموضوع او هذه الخاصيه والثقافه دي من الصغر، يبقى هو كل ما هيكبر هيتعلم مع نفسه. دي الاولاد العاديين، لكن الاولاد الفئات الخاصه بتبقى لابد ان احنا نعلمهم زي مثلا بنقول تحليل المهمه، يعني بالتحليل الجزئي. يعني انا مثلا في نظافه ازاي يعيد الحاجه بتاعته، أنا ممكن الأول بقول إيه، تعالى نشيل الطبق، لابد أتكلم من السفرة إلى المطبخ، تعالى نروح حفتينا إيدنا شلنا الطبق، خدنا الطبق وديناه على السفرة، شلنا الطبق من السفرة بعد ما كنا وديناه المطبخ، المطبخ هيشال فين؟ يبقى إذن هتحط لي الغسيل، تعالى نفتح الحنفية، تعالى نقفل الحنفية، تعالى نغسل. الحاجات دي كلها بالتحليل المهم. نفس القصة هو لو زي ما اتكلمنا في الهندام، ازاي يلبس المنطلون برجل الاول وبعدك الرجل التانية وبعدك يرفع المنطلون لأعلى وبعدك يزرر السوستة او الزرار، دي بالتعليل. لكن طول ما الولد واعي وادرك بالسن العادي، ولتكن مثلا بعد 4 سنين او 5 سنين، خلاص ده بيمشي وبيتكلم وبيروح الحمام لوحده وبيعمل كل حاجة لوحده. فإذا المفروض أنا أعلمه هذه الحاجات. لكن إحنا الحاجات دي بنعملها بالتبسيط الممل والتبسيط التبسيط لأولادنا من الفئات الخاصة، اللي هم قد يكون عمر وصل 11 و12 و13 و14 سنة، وما يعرفش يعني إيه طبق، وما يعرفش يعني إيه أكله، وما يعرفش إن ده بيتغسل، وما يعرفش إن ده المعلقة بتستعمل لإيه، ولا السكين لإيه، ولا الشوكل إيه. الحاجات دي بنعلمها له في الحاجات المصغرة، ولابد ان يتعلمها عشان بكره يبقى عنده استقلاليه. نعم. ان حتى الولد الغير التربيه الخاصه ممكن يتعلمها لوحده، لان هو فهم وشاف غيره شال الطبق، فهو اوتوماتيك هيروح يقلده او يشيله غير ما حد يقول له. لكن اولادنا التانيين عشان القدره العقليه والقدره الذهنيه بتبقى متوسطه او بسيطه او فلابد احنا بنعلمهم الحاجات دي قد يكون في سن كبير.
لان هو حتى في السن الصغير لسه ما ادركش. عشان كده احنا بنقول المهارات الحياتيه بتندمج تحت فئه التاهيل المهني. احنا اولادنا من الاحتياجات الخاصه الاول بنبدا معاهم بالرقي، او نقدر نقول ان انا برتقي بيه في بعض المهارات، بعلمه بعض حاجات. هذا نرتقيت بيه فكريا بخش على التعليم، ازاي يعرف ما قبل التعليمي، وازاي يعرف حساب، ازاي يعرف قراءه، ازاي ازاي ازاي. بعد ما وصل للمرحله دي، المرحله الثالثه اللي هو الاعداد المهني او التاهيل المهني او ما قبل التهيئه المهنيه، ان انا بعلمه الحاجات الحياتيه اللي في البيت. لان احنا في البيت بننام، عندنا سرير، عندنا مطبخ، عندنا حمام، عندنا اكل، عندنا شرب. كل يومنا من ساعة ما نصحى الى ان ننام فيها مهارات حياتيه متكرره كل يوم وكثيره، مش مهاره ولا اثنين ولا ثلاثه. وصلت كده؟ نعم، ايوه تفضل. المهاره الثانيه ازاي اعلمه التواصل مع الاخرين في المناسبات، وازاي يتفاعل مع هذه المناسبات. هنا احنا بنقول كلمه تفاعل او تواصل، ان هو يبقى في تفاعل اجتماعي مع الاخرين في هذه المواقف الحياتيه. ان انا مثلا بقدم له تهنئه في فرح مثلا، في نجاح، في او تعازي اذا كان هناك موت احد الاشخاص. فدي مواقف اجتماعيه مختلفه، فلابد ان يكون يتعلم هذه المناسبات. لان في اولاد ما بتعرفش يعني ايه فرح، يعني ميتم، يعني ايه نجاح، الكلام ده ما بتعرفوش. فلابد ان انا بعلمه ازاي يتفاعل مع الاخرين في هذه المناسبات. ازاي هيعمل كده؟ ازاي اعلمه ان يهني اخوه، يهني صديقه، يهني جاره، او اي احد من اقاربه لديه عيد ميلاد. فبفهمه ان ده عيد ميلاد، ده المولد بتاعه، نرد عاملين حفله، فبنقول له مبروك، بنهنئه. نفس القصه لو واحد نجح في المدرسه، هنهنئه ازاي؟ سواء صديق او جار. او كمان برضو في واحد بيحصل على بطوله زي بطوله رياضيه، وكل التهنئه دي عشان يعرف ان الحاجه دي كويسه، ان المفروض انا كمان ممكن ابقى كذلك، عشان يبدا يهنئه. واحد اشترى حاجه جديده برضو بهنيه عليه. احد الاقرباء فقد، او احد الجيران، او احد الاخوات، فيعرف ان هناك في لي عزاء، ده لي تهنئه، عشان ممكن الولد يعمل عزاء في التهنئه ويعمل تهنئه في العزاء، لان هو ما يعرفش او مش مدرب. زي اعلم ولد اني يقوم بالتهنئه مثلا في عيد الميلاد زي ما قلت. الاولاد دول احنا بنقول دائما كلنا بنتعلم بالمحسوس وليس بالمجرد. المحسوس حاجات انا بشوفها، حاجات انا بلمسها، حاجات انا بتبدا تتحكي لي زي قصه اجتماعيه. احسن تعليم لهذه الاولاد ان احنا بنحكي له حكايه كقصه اجتماعيه، وبنعلمه في كلمه التهنئه وكلمه الفرح وكلمه الحزن وهكذا. ونفس المواقف لما بتحصل موقف واحد عنده فرح، اهو ده الفرح، والفرح اللي زي كده بيهنوا عليه، اهو ده العزاء، والعزاء اللي زي كده بيعزوه في هذا العزاء، الميتم شكله ايه، الفرح شكله ايه. فدي زي اداه انا بعلمه بيها، لان التهنئه مش هجيب له طبق ولا لا، ده انا بجيب له موقف حياتي مظبوط او قصه احكيها له عشان خاطر يعرف ان دي للتهنئه، التهنئه دي للعزاء. ازاي هعلمه او اعرف اعلمه اللي احنا هي المحكات اللي بنقول عليها، ازاي يهنئ، سواء بحس لفظي مباشر او غير مباشر. وان احنا بنقول له في التهنئه كل سنه وانت طيب، او كل بيت مبروك. بعد ما باللفظي ممكن يبقى بغير اللفظي، ان هو وصل الاستقلاليه وعرف ان فلان نجح، نقول له مبروك. في موسم عيد هنقول كل سنه وانت طيبين، فده عملها باستقلاليه، يبقى كده هو وصل للمحك الاداء المظبوط. بس طبعا الكلام ده بيبقى بعد تدريج وبعد فتره. لكن الاولاد اللي غير متربيه مختصه، ممكن موقف او موقفين في الحياه هيتعلم. عشان كده احنا دايما بنقول يعني صاحبوا اولادكم، اخرجوا بيهم في كل المناسبات،
لأن هو الولد مخه بيتوسع ومخه بيدرك ما نغلقش عليهم. ولذلك الغلق داخل البيوت وداخل الشقق في الأيام اللي احنا فيها دي بتدي إلى حرمان بيئة للأولاد ومشاكل فرط الحركة ومشاكل التوحد بتبقى أغلبيتها من هذا الموضوع. هنا في إجراءات بتتبع للتعليم، أن زي ما احنا قلنا الأول المعلم أو الأسرة أو أحد الأقارب اللي هو بيسري بيعلموا العبارات الاجتماعية المناسبة في كل موقف، ويحسوا على أني هو يبدأ بالكلام سواء يحفزه بسلوك لفظي أو غير لفظي لغاية ما يتقن المهارة، وبعدين أنا أخف يعني مرة أدي لفظي مرة أدي جسدي لغاية ما أبدأ أخف لغاية ما يبقى هو عنده في عملية استقلالية. لازم كمان هنا في اعتبارات التدريب أن يكون الطالب لديه لغة تعبيرية تمكنه من تقديم التهنئة. يعني إيه لغة تعبيرية؟ لغة تعبيرية دي في مشاكل اللغة والكلام، إن إحنا عندنا لغة تعبيرية ولغة استقبالية. اللغة الاستقبالية إن أنا بتكلم وبستقبل، أنت بتكلمني أنا بستقبل، فأنا بستقبل فلازم أعبر، أنت قلت لي سلام عليكم دي لغة استقبالية، عشان أعبر هقول لكم عليكم السلام، أنا عبرت على اللغة بتاعي اللي أنا بطلعه. فلازم الولد لو ما عندهوش هذه اللغة التعبيرية هو مش هيطلع الكلام ده. فإذا حنيجي هنا، عشان كده احنا دائما بنقول يا اخوانا مهارات التشخيص والتقييم مهمة جدا لكل أولادنا. هنا الولد ما عندهش تعبير يبقى لا أنا هنا هستقبل، يبقى الولد ده قبل ما هعلمه الحاجات دي لازم أعلمه اللغة التعبيرية وأشوف إيه المشكلة بتاعت اللغة التعبيرية اللي عنده. انت لو ما عندهوش مش هيرد لك، لو عنده لغة تعبيرية هيتمكن من أداء المهارة بالمظبوط وهيقدر يهنئ سواء بلفظي سواء بإشارة سواء بتقديم كارت معايدة. يعني في واحد ممكن يديك كارت معايدة يعني كل سنة وانت طيب، لابد يبقى فيه لغة تعبيرية، ولابد ان هذه اللغة او هذا التعليم برضو نرجع للتعميم. يعني الأول بنعمل أدوات، بنعمل محكات، بنعمل اعتبار تدريب، بنعمل تعميم، لابد أن يعمم له الحاجات دي في الأغلبية العظمى عشان هو بعد كده تلقائي يعرف أني عيد ميلاد لأحمد لمحمد لجيران لتكون واحد وده معمم وده كله يقولوا له التهنئة. فرح هنا فرح هنا يبقى فيه تعميم، حزن هنا حزن هنا يبقى فيه تعميم عشان يعرف كل ما تتعمم الحاجة. عشان كده احنا دائما بنقول لأولياء الأمور إني لو أنت ماشي مع طفلك كل شيء شايفه في الشارع احكي معاه، العربية دي لونها كذا، الرجل ده لابس كذا، ده دكان بقالة بيبيع كذا، ده دكان فواكه بيبيع كذا، كل الحاجات دي لازم أنا أعلمها عشان الولد يعرف إني كل شيء له أكتر من شيء. زي اللون الأحمر، اللون الأحمر مش الطماطم لونها أحمر ولا الكورة لونها أحمر ولا الأشرب لونه أحمر ولا السيارة لونه أحمر، لا ده لونه أحمر ده لونه، يبقى هنا عممت على لون الأحمر. لأن أنا لو ما عممتلهوش الشيء يبقى هو أول شيء هيتعلمه هو اللي هيفكره هو اللي ثابت معاه. هنا عندنا حاجة اسمها برضو في روتين يومي، أنا لابد أن الروتين اليوم بتعمل كل يوم، فما ينفعش يبقى كل يوم لينا اسبوع لينا شهر لينا سنه والولد مش عارف بيعمل ايه كل يوم، فلابد ان يقوم بتعليم الروتين اليوم. يعني احنا مثلا بنقول يستيقظ الولد او الطالب صباحا في ميعاد ثابت، كلنا بنعرف ان الساعه 7 في مدرسه، الساعه 8 مثلا عندنا فطور، لينا ساعه معينه بنستيقظ فيها. كمان برضو انا بروح للنوم بالليل دي مع السابق. كمان لو أنا ضابط المنبه على السيسرة في الصباح فأنا بضبط المنبه عشان خاطر استيقظ من المنبه، أو في أحد يصحيني في عهد معين. إزاي أنا بعد ما بستيقظ صباحا إن أنا مفتح ستاير البيت وخلاص مفيش نوم، أمارس التمرين الرياضي بشكل ثابت في كل يوم. المهم في روتين يوم إن إحنا بنعمله، بنقوم مثلا نفطر، بنقوم نروح المدرسة، بنيجي من المدرسة، بنروح النادي، بنروح الحاجات دي كلها روتين يومي لابد أن يتعلمها
بالضبط ويعرف فيها مواعيد. أنا لو عايز أعلم نعم. في حد بيقول لحضرتك إزاي يعني يتواصل مع الإساءة ويرد عليها، عاوز توضيح يعني كيف يعني يتواصل معها، يعني يرد عليها إزاي. وأيضا في حد بيقول عنده طفل عنيد، إزاي يستجيب يعني في الأوامر بيقوم بالتجاهل بيها، يعني كيف يتعامل معها. ما هو ده بعيد عن موضوعنا بس هقوله له برضه. طيب. العند ده سلوك من السلوكيات، يعني تعديل سلوك. تمام. ده سلوك. الولد بيبقى عنيد، الولد ما بيردش، قبل كل شيء ايه اللي حصل قبل هذا السلوك؟ هل هو عايز يخرج؟ هل هو عايز ياكل؟ هل هو عايز يلبس حاجه معينه؟ عمل عند، هل انت بتضربه؟ ما يرجع للاسره. هل ولي الامر ده بيضرب الابن لما بيعمل حاجه؟ فهو بيعنده وما بيسمعش الكلام عشان هو اتضرب. هل هو محروم من شيء معين؟ فاي سلوك لابد ان يكون له رد فعل. فالعند ده هيرجع للاسره بتعمل حاجه فهو بيعنده، الا اذا كان لديه شيء ثاني، لديه فرط حركة، لديه مشكلة داخلية أو عضوية أو كلام زي ده. فعشان كده الواد بيعاند وممكن يضرب الآخرين وممكن ما يسمعش الكلام، لأن أنت ما معناه بتتجاهله فهو عايز يعمل، يقول لك أنا موجود أنا هنا أنت ليه سيبني. فلابد أن الأسرة اللي ولد بيعمل أي سلوك من العند من الضرب من دي يتأنأ شوية وتشوف ما قبل السلوك، أو بيظبط نفسه بحاجة زي كراسة كده. الواد النهاردة في غضب ليه؟ قبل ما يغضب كان عايز يشرب مية ما حد زقاه، قبل ما يغضب كان عايز يقعد على التلفزيون أو خدوا منه التلفزيون أو خدوا منه هذا الموبايل، إن هو ما رحناش لجده النهاردة، النهاردة ما عملناش كذا كذا، فهو بيسيب بالغضب عشان خاطر أنت تنفذ له حاجة. فالأول بنقول نتجاهله شوية وبعدين نتداخل لما نكون نعرف السبب، بس الأول نتجاهل عشان ما يبقاش كل ما هو عايز طلب يروح يعمل الزعل ده ويعمل الكلام ده. ولكن دي في موضوع تعديل السلوك موضوع تاني. تمام. أنا بس الولد عايز أعلمه إزاي يستيقظ في معاد ثابت، دي برضو دي قصة وهذا شغل. ايه نعمل ادواتها؟ لابد ان يكون عندنا منبه عشان نبدا نجرب عليه، وبعدين ممكن نحكي له قصص مصوره ان الصوره دي ان احنا مثلا ده نايم، صوره واحد جاي بيتمطع وفتح الشباك ورمى الغطا، يعني ده معاد الصحيان. فبنديله صور او قصص مصوره او كروت مصوره بشكل ولد اللي خلاص ده معاد الصحيان، شمس مثلا طالعه على الشباك فتحوه شال الستائر، يعني معناها خلاص ده ميعاد الصحيان، يعني بجانب ان المنبه بنظبطه مره واثنين على ميعاد لغايه ما احنا ناخد على الوقت الصحيان. وسبحان الله ربنا خلق ساعه بيولوجيه داخل السمنة اللي بيحتاج عليها وبيحط في مخه ان دايما عايز يصحى الساعه 7 بيصحى الساعه 7. وفي حته جميله برضه للكل في سورة الكهف اللي المفروض كلنا نقراها يوم الجمعة، قل لو كان البحر مداد لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. الكلمة دي لو اتقالت بالليل قبل ما تنام هتصحى في الميعاد اللي انت عايزه، ودي عن تجربة. نيجي بعد كده المحكات الأداء، ازاي احنا نعلم الولد هذا الأداء. طبعا الأول ممكن احنا نصحيه لفظي نقول له قوم اصحى الساعه 7 جات، لغايه مره بمره لغايه ما يحتاج على هذا الموعد. لو ما فيش لفظي احنا بنحط له المنبه جنبه بحيث ان المنبه اول ما يرن يعرف ان ده الصحيان بتاعه. كمان الموعد ده ما نسيبهوش للمنزل بس، يعني افرض هو راح فندق، افرض راح نام عند الجيران، ان الحاجات دي ان احنا نعمل لها نعلمه إلى أن يبدأ بالاستقلالية. طبعا الحاجات اللي بقول عليها دي بتاخد فترة
يعني ممكن أصحي لفظي مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة ويوم وأسبوع إلى أن يبدأ شوية شوية يبدأ في الاستجابة. هنا في إجراءات زي ما احنا قلنا القصص المصورة بتوضح الاستيقاظ المبكر، بتوضح الميعاد، لأما المدرس بيضبط منبه كل مرة ينبه يدي جرس يعني معناها يصحى، أو إننا باللفظ بساعد، أو عند سماع المنبه معناها أن أنت هتصحى وتغلق المنبه بنفسك خلاص جاء المنبه من الساعة 7 الساعة 8 حسب الاتفاق. طبعا الأولاد دي بتكون عندها إدراك شوية، مش واحد يعني عنده تربية خاصة وعنده إدراك، لازم يكون عنده إدراك عشان نبدأ نعلموه. زي ما أنا قلت الأول الارتفاعي وبعدين التعليمي وبعدين المهارات دي، لأن المهارات دي زي ما قلت المرة اللي فاتت بتوصلنا للتأهيل المهني للعمل للاستقلالية لأكل العيش، لأن كل المهارات دي أنا لو تعلمتها زي ما احنا تكلمنا المرة اللي فاتت على الغسيل على الكي على الصيانة على حياة حشفوها دلوقتي، أنا لو تعلمت الحاجات دي في قدس الداخلي ما ممكن تبقى عمل لي، لأن الكي والغسيل النهاردة ممكن يتعمل، الصيانة النهاردة ممكن يتعمل، حاجات كتير التسويق ممكن يبقى عمل، كل الحاجات دي أنا وصلتها في حياتي هقدر أبقى لي استقلالية فيها. كمان برضو بشكل يومي نحدد ونتفق إن هنصحى على الساعة كذا عشان هنعمل كذا، وبنحدد زي ما قلنا الصوت المنبه، وبعدين ننتقل من اللفظي إلى غير اللفظي إلى أن يصل للاستقلالية. نفس القصة في التدريب، المدرب لابد أن يساعد استخدام الفنيات والتعزيز، إن كل ما تعزز الطالب ويشجعه هيوصل للاستقلالية بضرورة، أو هيتباعد عن التأثير السلبي وهيبقى ليه مواعيد نوم وهيبقى يتناول بعض الأدوية في مواعيد ومش هيأثر عليه سلبيا في بعض الانسيقات. برضو في الإجراءات التعليم لابد أن يمارس الطالب المهارة في كل مكان هو موجود فيه. هنا عندنا مهارة تانية برضو تبع الشخص نفسه تسمى البيني شخصي، يعني حاجة خاصة بي اللي هو تعامله برضو مع الآخرين، زي رد التحية الولد تكون ملائمة للآخرين، يعني واحد يسلم عليه أو بحييه تلف الملائمة، زي يتوقف عن الكلام قبل أن يتكلم الغير أو قبل يتكلم هو، لأن في ولد الذي عنده الدفاعية الناس تتكلم يخش يتكلم بدون أي سابق إنذار، يبدأ في الكلام جماعة بيتكلم يخش يتكلم معه. فهنا لابد أن يكون لديه طريقة مناسبة حتى في استعمال الكلمات، لابد أني لما يكون في حد بيتكلم في التليفون مع حديث مع حد لابد أن يتنبه أني ينتظر إلى أن تنتهي المكالمة التليفونية أو ينتهي الحديث، ده برضو من التعليم. زي أنا أعلمه يرد تحية ملائمة لهذه الآخرين أو الأصدقاء والأصدقاء، لإما مواقف تمثيلية يعني حياتية واقعية يتدرب عليها، ممكن مثلا المدرس الكلاس يعمل زي تمثيلية كده أو حاجة يتدرب اثنين ثلاثة مع بعض واثنين بيتكلموا ويجي يخش الثاني ده فينتظر إلى انتهاء المكالمة أو ينتظر، فهو لما يشوف التمثيلية دي بعينه هيتعلمها بسرعة، أو قصة اجتماعية أن أنا بحكي له قصة، ولكن مع القصة لما يبقى في موقف تدريبي أحسن. ودائما إحنا بنعلم أولادنا مثلا لما تكون عايز أعلمه إزاي يعرف الدور إن أنت دورك لسه ما جاش، لما يكون في لعب نرص الأولاد ده رقم واحد ده رقم اثنين ده رقم ثلاثة ده رقم أربعة، واحد يخش اثنين يخش بهنا عرف إن في دور مش إن أنا خلصت أروح أرجع تاني، فده موقف تعليمي على الطبيعة. دائما دائما أذكركم عايزين نعلم أولادنا تعالوا نلعب، لأن اللعب هو اللي بيوصل المعلومة السريعة لهذه الأمور. أنا كمان المحكة أعرف إزاي يرد، لإما بالإشارة لإما بالنقاف لإما أنا بساعده نفسية عشان يتواصل بصري، لأن أنا لو عبيت أرد على التحية بتاعتك لو أنا ما عنديش تواصل بصري معاك يبقى أنا ما بردش عليك،
ما ينفعش اقول لك سلام عليكم وانا وشي من الناحيه الثانيه، يبقى لازم في تواصل بصري بيني ما بينك. وهو اكيد اي حد فينا لو واحد بيكلمه مش بيبص له يبقى مش معبره، يبقى بيحترم باساسا هو مش معاه. فالتواصل البصري هنا مهم جدا جدا، عشان انا اسلم عليك او ارد التحيه حتى باللفظ حتى الامام من بعيد، يبقى لازم انا متجه ليك ولي تواصل بصري وانت شايفني وانا شايفك. فدي من ضمن المحكات التعليم. هنا برضو الاجراءات نفس القصه زي ما احنا قلنا، بنعرفه ونساعد الطالب ان هناك علاقه اجتماعيه، هناك توكيد في الذات، هناك ثقه بالنفس. فأهم شيء التواصل البصري مع الشخص لما تتحدث معاه وعدم التجاهل، وبرضو أعمل تعزيز وإزاي الناس تحس إن أنت مهتم بالمحاطين بدي إعطاء، وإزاي أرد على التحية بالإشارة أو بالإيد بالتماثل، إزاي أكرر نفس التحية صباح الخير صباح الخير باي باي مع السلامة، الكلام ده يعني إزاي بيتكرر. ودايما بيبقى في تمثيليات، وأنا بحيي المراكز اللي هي بتعمل المهارة الحياتية على الطبيعة على الواقع زي الحكاية أو التمثيليات، إن دي بتعلم أولادنا وإزاي إن أنت تتواصل بطريقة مقبولة وملائمة، لأن رد التحية ده بيعلمه حاجات كتير، ويكفي إن هو بيعلمه مثلا التقارب الحب الزمالة، بيعلمه حاجات كتير في هذه. ولازم لازم نعرفه ان هناك تواصل بصري مع الاخرين حتى لو انت عن بعد. برضو احتمال التدريب لابد ان يكون الطالب او الطفل لديه القدره في التواصل بطريقه مقبوله اجتماعيه، لان في اولاد ما عندهاش التواصل بطريقه الاجتماعيه، فلابد ان يبقى عاقين هذا الاعتبار، ولابد ان نعمل له اجراءات التحميل إنه هو يرد التحية اللي في المنزل اللي في المدرسة اللي مع الزملاء اللي أثناء العمل بالعبارات المتعارف بها داخل المجتمع، لأن أنت بتشوف الناس ده بيقول سلام عليكم، ده بيقول صباح الخير، ده ما عرفش بكل الحاجات دي بتتعامل مع المجتمع، لابد ابننا يتعلمها بالطريقة الصح. كمان نيجي حاجة هنا مهمة جدا اللي هي العادات الصحية زي الأكل والشرب. لابد أن نعلم أولادنا المهارة بتاعة الأكل والشرب، إن دي من المهارات الصحية اللي هو بيبقى فيها متواجد للمدرسة في داخل المجتمع في فندق في أي مكان. أنا عشان أعلمه العادات الصحية في الأكل، أعلمه إزاي يغسل إيده بالصابون قبل وبعد الطعام، إزاي يجفف إيده بعد غسلها، ازاي ياكل لقمات صغيره او بكميات مناسبه، ازاي يبقى فمه مغلق وهو بيلغي الطعام، ازاي يستخدم المناديل الورقيه في الصفر لتنظيف ايده او فمه. الحاجات دي من العادات الصحيه في الاكل. لو جينا للغسيل قبل وبعد، الاول بنجيب كروت مصوره بيعمل فيها خطوات كل الغسيل ومسك الصابون او موزع الصابون. يعني ايه دي برضه بتخش في تحليل المهم. انا عشان اعلم الولد ازاي يغسل ايده على الحنفيه او الصنبور، ان انا باجي اقول له تعالى نروح الحمام، ده حط ايدك على الحنفيه اللي في الحمام كده، فتحنا الحنفيه غسلنا ايدنا، لفينا الصابونه غسلنا ايدنا بالصابون، رجعنا الصابونه غسلنا إيدنا بعد الصابون، جفلنا الحنفية بإيده بحطها الأول، جبنا الفوطة والمنشف نشفنا إيدنا رجعنا الفوطة. شوف كم مرحلة أنا بعلمها له، بعلمها له بالتحليلات. الأول المفروض أنا بعملها، تعالى هنغسل إيدنا شوف أنا هعمل إيه، بعد كده أعلمه هو بال يعني بحاجات تلامسية. الأول أنه أنا أمسك إيده وأحطه على الحنفية، أمسك إيده وأحطه على الصابون، أمسك إيده وأحطه على المنشاف، بعد كده يعملها بمساعدة بسيطة، بعد كده يعملها لوحده باستقلالية كده. خلاص عرفنا أن هو إزاي بيبدأ يغسل إيده وإزاي يروح الحنفية لوحده ويعمل كل هذه الإجراءات لوحده.
الأول هنا بعد ما وريت الكروت المحكات بتاعت العمل، إن إزاي عمل غسل إيده سواء بجسدي أو بلفظي، وإزاي بالتقليد اللي هو اللي بيشوفني بيقلدني إلى أن يصبح باستقلالية ويقدر يغسل إيده. ودي بنسميها تحليل مهم. نفس الإجراءات، إن أنا بجيب كروت وبعمل الحكاية اللي حكيتها لكم، إن بروح الحمام وبساعد بجسده وبفتح له الصنبور وبفتح الصنبور وبدي له صابونة وهكذا. فكل الإجراءات دي بتتعمل بالتدقيق بالتدقيق، وبعدين برضو إن أنا بعممها له مع المعلمين، بعلمها له في المدرسة، بعلمها له في البيت، بعلمها له في أي مكان، رحنا نادي رحنا بتاع. عشان كده بعد كده بقى عنده استقلالية وعنده بدون أي مساعدة سواء نفسية أو جسدية إن هو يقدر يستمر ويعلي الحجم. هنا برضو العادة الصحية عند النوم، إن دي برضو من العادات الصحية، إن الولد لما يوصل للنوم لابد أن يكون لديه هذا التعليم والمهارة الحياتية بالضبط. لازم يبقى في ميعاد ثابت إن إحنا بنروح ننام فيه، لازم يبقى في ميعاد لتناول العشاء قبل النوم بوقت كافي، مش أكل ونام، على الأقل ساعتين. نمنع أي مشروبات زي مشروبات الغازية، زي مشروبات فيها كافيين قبل النوم، ودي يقال إن المفروض أي مشروب قبل النوم بست ساعات. لازم الولد يتذكر إن قبل ما ينام إزاي يفرش أسنانه بالفرشاة قبل ما ينام، إزاي يغلق مصادر الضوضاء الموجودة في الحجرة سواء نور سواء تلفاز سواء الحاجات دي. أنا بعلمها له، ودول خمسة في أكثر من 20 البند زي كده. هنا الولد لابد إني عايز أعلمه بميعاد ثابت. ميعاد ثابت ده الأغلبية بيبقى فيه منبه، لإما بيبقى إن أنا باخده مثلاً وبروح، وفي بعض أسر بتاخد ابنها وتنام معاها في نفس الميعاد، فمرة يسأل بلفظ، مرة يمشي بمساعدة إلى أن يوصل عرف ميعاد نومه الساعة كذا بيروح ينام باستقلاله. كمان إحنا دورنا على موضوع النوم. إحنا عيالنا ننام ما شاء الله بتنام الفجر. إحنا عبنا صحتنا وتعبنا أولادنا إن إحنا غيرنا نظام الكون، غيرنا الساعة البيولوجية لدخل الجسم. المفروض النهار معاش، الليل لباس. النهار المفروض سبحان ربنا عمل حاجات داخل النظام في الجسم على مستوى اليوم النهار، ساعة ما تصحى من الفجر إلى العشاء كل وقت له شيء شغال في الجسم زي الساعة البيولوجية. في عندك هرمونات بتدي للطاقة عشان انت عندك عمل. بالليل عكس، مفروض من أول الضي زي ما كان الناس زمان اللي احنا خصاص خسرنا هذه المواضيع دي، اني ساعة ما تنام برضو في حاجات بتشتغل في الجسم، يعني من 9 مساء إلى صباحا الفجر كل ساعتين في شيء في الجسم بيشتغل، تنظيف سميده سميات، ده تنظيف ما اعرفش ايه، ده تنقيه دم، كل الحاجات دي. ده حتى يقال ان في خلف الاذن في بعض الهرمونات ما بتشتغلش غير بالليل عند النور الطافي والنوم البدري، لذلك النوم البدري ده من النوم الصحي. انما بالعكس احنا دلوقتي خلينا المعاش لباس واللباس معاش والدنيا كده ما شاء الله، والأمراض والحاجات، والولد يصحى الفجر وينام النهار كله اللي هو فيه شو، ربنا يرحمه. نعم. هنا برضو الالتزام كما احنا قلنا بالمواعيد بلفظ أو غير لفظ، وبرضو بعمل فيه تعزيز إذا نمنا في معادنا كذا كذا، توال تعزيز مادي توال تعزيز معنوي، عشان برضو يبقى هو كده ماشي على كل الأحوال سواء في بيته في أسرته عند جيرانه رايح عند عمه رايح عند سيده راح فندق، يبقى كده هو عنده الوضع محفوظ ومعروف. هي أستاذ أمير فيها سؤال عن السؤال؟ لا تمام ماشي حضرتك. طيب.
يعني الامور طيبه دلوقتي ماشيه مظبوط جدا، هو مبسوطين جدا من الاداء بتاع حضرتك السرد الجميل ده. الله يكرمك. انا برضو عندنا مهارات تانية، ان انا اعرف الحاجات العامه، عارف العامه الحاجات الخاصه. هنا اني لابد اني الطالب يبقى عنده ادوات مطمنه بالصف الدراسي بتاعه او بالمنزل او بالرعايه، زي يسمي هذه الادوات مدرسه في المنزل، يذكر الاشياء ممكن ايجادها او في غرفته، كمان يتذكر الطريقه اللي يصل بها الى منزله، كمان يحدد الاماكن داخل المركز او خارج المركز عنده وصفها. لو انا مثلا وصفت له حاجه معينه يقدر يحدد، زي يعلم الولد يشير الطالب للادوات المتضمنه بالصف الدراسي. على فكره ممكن يكون في بعض اخطاء او بتاع في الكتابه، ما اعرفش لما عملت الباوربوينت او اتنقلت، يعني اعذروني اذا كان في كلام. لا الامور طيبه يا دكتور ناصر. طيب الحمد لله. الادوات اننا لابد ان عشان اعلم الولد معرفه العامه، يبقى عندي دولاب، عندي مكتبه، عندي سرير، عندي سبوره، الحاجات دي كلها الموجوده معي في المدرسه او في هنا. ازاي اعرف محط الاداء؟ ان الولد يتعرف على خمس حاجات كمبدئين الاول، بعد كده الخمسه يزيد يبقوا 10، يبقوا 15، يبقوا 20. يعني ما معناها انا عندي في المكان اللي قاعد فيه في بتاع 30 حاجه، انا مش هحفظ 30 حاجه مره واحده، لكن اعلمه بالتدريج. النهارده عرفنا الخمسه دول، بكره هنعرف السبعه، بكره هنعرف 10، الى ان بعد فتره اعرف ان الولد قدر يتقن كل هذه المعارف العامه. طبعا الولد بيشتري الحاجات المحيطه بها في المكان بتاعه في المنزل وكل حاجه، ولكن انا برضو لابد اني اللي موجود في المنزل موجود في المركز او في المدرسه، يعني في حمام، في مطبخ في المدرسه، في البيت في ادوات كتابيه موجوده في الاثنين، في كتب، في مكتبه، في كل ده موجود في الاثنين. فكل ما يدخل هنا هيدخل هنا. عشان كده دايما بنقول هناك مثلث يا اخواني متكامل الاضلاع. المثلث عشان يبقى متكامل يبقى فيه ضلع الطفل، ضلع الاسره، ضلع المدرسه. الثلاثه دول يبقى متواصلين ببعض. المدرسه تعرف ايه في البيت بيتعمل، البيت يعرف ايه في المدرسه، الولد بيعرف الاثنين. لان ما بقاش انا ببني في حته وفي حته ثانيه بيتهدي فيها. يبقى اذا كده المثلث لو نقص ضلع هتبقى الامور مش مظبطه. طبعا اني زي ما احنا قلنا هنا في التدريب الافضليه تعليم المهاره في البيئه الخاصه وفي الطبيعه نفسها، يعني سواء في الفصل، سواء في غرفه في البيت، سواء في صور فرديه او تنافسيه مع زملائه، ولابد ان يكون نوع من التحفظ. هنا برضو بعمل اجراءات تعميم ان كل الحاجات المتشابهه لابد اعلمها له، ان في الغرفه زي المدرسه، زي مثلا يروح نادي، زي لما يروح مكتبه عامه، كل الحاجات دي تتعمم عشان خاطر هو يعرف ان مش وحيد، الشيء موجود في كل مكان. وده من نجاح الاولاد ان لابد ان يكون هناك تعميم، لان هو بعد ساعات مخه بيبقى خلاص افتح الباب، يعني بس عرف كلمه فتح الباب اللي هو باب الشقه بتاع البيت او المدرسه. لكن انا اعلمه فتح الباب في كل حته عشان يعرف ان كلمه فتح الباب على اي باب مش على باب واحد. تمام. برضو دول ما نجالهمش ان ازاي يبقى عامل ميزانيه لنفسه، وازاي يدخر، وازاي الادخار يجيب بايه، وازاي الميزانيه يعمل التحويش والكلام ده، لان برضو هو فرض من المجتمع. لابد من هذه المهارات ان احنا بنعلمه كلمه التوفير او الميزانيه. ليه؟ لان احنا كل الاغراض دي الحياه البسيطه بنشتريها، سواء مستلزمات ترفيه، سواء شراء حاجات ضروريه للمعيشة. فلابد ان يعرف ان هناك ادخار. ادخار يعني ان انت الفلوس اللي معاي مثلا 10 جنيه، يبقى انا هدخل 2 جنيه من العشره من المصاريف هتنفعني في وقت تاني، سواء انا هشتغل فيها.
وهناك نوع من الدخار قد يكون في البيت، ان انا بجيب الولد بعلمه الحصاله الاول، حوش 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 واعمل الفتحه وسقف له، ونيجي ناخذ فلوس الحصاله نشتري بها حاجات، شويه كبر شويه فبنعلمه الايداع البنكي، ان كلمه اجراءات كلمه الدخار، الادخار ده بيبقى سواء داخل المنزل زي ما بنعلمه الحصاله من الصغر، وان هناك في اماكن ثانيه خارجيه بنحط فيها اللي هو الايداع البنكي، ويعرف ان الادخار بتاع المنزل فيه حاجات بسيطه او حاجات مثلا الصغيره، وبيعرف ان الحاجه الكبيره وفلوس كثيره ان احنا بنوديها كايداع بنكي. طبعا الحاجات دي انا حسب باقي الشرح ان انا لازم اوريه الحاجه، ونحن ماشيين ده بنك بنحط فيه فلوس زي الحصاله اللي في البيت عشان يعرف، زي الولد يدرك مفهوم الادخار زي ما بحكي، زي يحتفظ بالمال في مكان امن اللي هو الحصاله سواء في المنزل، وفي بعض الساعات بتبقى في المدرسه، زي يحتفظ بجيبه محفظه نقود، زي يدرك قيمه الادخار هنعمل ايه فيها، ازاي نستخدم الحاجات اللي حوشناها وادخرناها في شراء نحتاجها، حاجات بسيطة دي بعشرة جنيه، دي بخمسين جنيه، دي بألف جنيه، حاجات دي بنعلمها له عشان نعرف هناك فرق بين ادخار الحصالة وادخار البنك. هنا أدرك هيدرك ازاي؟ ان انا بجيب له أدوات، لأما كروت مصورة لبعض الكروت وبعض الحصالات، لأما بيبقى عندي حصالة في البيت ده هيكاله، وانا لما بمشي بوري له اني ده البنك ده بيشتري الفلوس. الا المحكات لازم يعرف وظيفه الحصاله، ولازم يعرف وظيفه البنك، وان الحصاله احنا بنمثل فيها دي بتاعت اخوك، ادي مليانه فلوس طلعناها اشترينا له بها كذا، انت الحصاله دي بتاعتك كل يوم هنحط فيها وهكذا. فهو ادرك معنى وظيفه الحصاله ان هيبقى فيها فلوس ونطلعها نشتري بها حاجات بسيطه، وحيدرك ان البنك الفلوس الاكتر ما تنفعش في الحصاله اللي حنشتري بيها حاجه اكتر. فطبعا هنا عن الاجراءات زي ما حكينا، لازم انا اروح الاماكن دي، مره اوريه البنك، مره اوريه صندوق بريد، مره صور مختلفه للحصالات مع اخوه مع جيرانه، برضو اتكلم معاه عن طريق صور الاول ان ايه اللي بنحتاجوه يطلع من الحصاله ونحوشوه. ايه زي ما اتكلمت دي مثلا الحصاله هنجيب هديه صغيره، هنجيب معرفش شراب، هنجيب معرفش حاجات اللي دي البسيطه، لكن هناك حاجات كبيره هنحوشها وهتبقى في البنك ونجيب بيها حاجات عشان هنشتري حاجه اكتر. فهو يعرف يعني امتى نحط في البنك، امتى نحط في الحصاله. لما نحب نجيب شنطه او محفظه بتكون فين فلوسها؟ دي حاجة بسيطة، هل في الحصالة ولا في البنك؟ وحيجاوب. لما نحب نشتري هدوم، هدوم جديدة، هدوم هتكون فلوسها فين؟ لما نحب نشتري عربية، حاجة كبيرة فلوسها فين؟ كده يدرك إن الحاجة الكبيرة بتبقى كذا والحاجة. لابد إن يكون الولد في اختيار التدريب قادر على الاختيار، يعني يعرف يختار دي ولا دي، قادر على التسمية، قادر على إدراك الأشياء والوظيفة، قادر على تحديد الأماكن الخارجية بنك أو صندوق، لأنه هو لو ما عرفش الحاجات دي بقى أنا أبدأ لابد أتعلم. نفس برضو التعميم، أني بعرفه أني وضع المبلغ من المال يبقى في حساب خاص بك أنت بالاتفاق مع المعلم وولي الأمر سواء في أي مكان من هذه الأماكن. قد تكون في بعض أولاد لسه في إنها ما يعرفش، لكن احنا بنتكلم على ما يجب ان يكون. ودايما انا لما بعلم الولد على حاجات بسيطه، يعني الحصاله قبل ما اعلمه البنك، لو انا علمت له الحصاله عرف كلمه التوفيق، عرف اني مثلا كذا كذا، شويه لما يكبر يعرف الحصاله دي ما تنفعش، لا ده يسال ويعرف بعد قبل كده ده في صندوق بريد، ده في بوصله، ده في كذا، ده في كذا، يبقى هو عرف الحاجات دي وعرف يتمكن منها. كمان في النهاية ان احنا عارف حاجات دي كلها، لكن عايزين نعلمه ازاي يتوظف، يعني ايه وظيفة، يعني ايه يقدر يقدم على وظيفة. هي طبعا نفهمه ان التوظيف ده عبارة عن مجموعة من بعض العمليات عشان شخص يتعين ما في وظيفة ما، وبناء على القدرة المعينة اللي عنده
القدرة الوظيفية اللي عنده، المهارات اللي عنده، المهارات اللي عنده يقدر يتوظف. زي ما احنا قلت توي ان في بعض المهارات الحياتية دي مرحلة للتوظيف، مرحلة للعمل. انا لما اقدر اعمل كي، اعمل غسيل، اعمل اعرف المطبخ، اعرف ده، ما كل الحاجات دي ممكن اشتغل بها برا. وهذا ما شاء الله في اولاد من اولادنا شفات على اعلى مستوى. لابد ان يعرف الحاجات دي، وان كل فرد عشان يروح عمل معين لابد ان يكون عنده مهاره معينه او وظيفه يعني حاجه يفهمها. ازاي انا هعلمه الكلام ده؟ انا بعلمه الاول تقدر تعمل انت سيره ذاتيه على الكمبيوتر بايدك، تقدر انت تعمل السيره الذاتيه دي على بريد الكتروني، تقدر تعرف نقاط القوه اللي عندك او الوظيفه اللي بتقدمها او المعلن عليها. هل انت عندك قدره وعندك مهارات وعندك النشاط اللي هو طالب الوظيفه؟ هل انت ممكن تحدد ايه اهتمامك او انت عايز تعمل ايه؟ فالحاجات دي عشان اعلمها له ليها مراحل. انا عشان اعلمه يكتب سيرته على الكمبيوتر يبقى لازم عندنا ادوات، عندنا ورقه، عندنا قلم، عندنا حاسب آلي، عندنا نموذج مطبوع ممكن ينقل منه او نموذج مسبق الكتروني. هو لازم انا احضر الادوات دي عشان اعلمه اني ازاي يعمل الحاجه دي. الاول طبعا يعرف يكتب بيانات اساسيه سواء بلفظي او غير لفظي، ازاي يعرف يتضمن ايه هي البيانات الاساسيه، يعني ايه المؤهلات بتاعته، يعني ايه ارقام بتاعته، يعني ايه سمات شخصيه بتاعته، يعني ايه المهارات الخاصه بتاعتك بدون مساعده. ما انت لو اشتغلت ما حدش هيساعدك، ايه الحاجات اللي تقدر تعملها بدون ما حد يساعدك، يعني تبقى مهاره قويه عندك. وكلمه مهاره لو دورنا عليها لما نقول الفلان ده ماهر صنايعي، ده ماهر، ماهر يعني عنده خبرات، ماهر يعني عنده قدرات. فهنا الحاجات دي لابد ان نغرسها في اولادنا، سواء من الاولاد اللي لديهم خصوصيه او غير الاولاد اللي لديهم خصوصيه، لان النهارده تعليم المهارات الحقيقيه المفروض للجميع، المفروض تبدا من الصغر. وزي ما انت بتعلم ولدك على القيم، على الاخلاق، على الاحترام الاخرين، على الكلام ده كله، ده كله من المهارات، وده كله لابد ان يطلع من اول من نابع من الاسره. زي ما احنا قلنا الاسره مدرسه، الاسره مدرسه، ومدرسه تفوق المدارس التعليميه لان هي فيها تعليم حياه، فيها تعليم لا ينسى، فيها تعليم ايجابي، فيها وفيها حاجات كتير. وزي ما هنختم نقول ان الام فالام فالام، الام مدرسه ان اعددتها اعددت شعبا، اما الاب اذا اعددته اعددت اسره. شفت انت ان هي المدرسه الاولى داخل العمل وداخل المنازل. قد اكون وصلت جزء او جزء من المعلومه بالمعلومات البسيطه اللي انا قلتها دي، قد تكون من الناس اللي سامعين عندها قدره وعندها اكثر واكثر. واذا كان هناك في اي عموم النهارده جمعه، لان دايما انا بقول استاذ امير الحقني خلاص انا وراي شغل، انا هستاذن بعد ما اخلص، ولكن الحمد لله النهارده جمعه وما فيش شغل، فكده معاكم لغايه ما تخلصوا. في اي اسئله عن المهارات الحياتيه او غيرها عن دي او عن فاتت وعن اي شيء تحت امركم وانا معكم. ارفع المايك مع حضرتك، اتكلمي براحتك، تفضل. السلام عليكم دكتور امير. الله يبارك فيك. عليكم السلام ورحمه الله. زي حضرتك الحقيقه حابه في الاول اشكر حضرتك واستاذه هاديه، ودخلت مخصوص الحقيقه لدكتور عبد الباسط عباس محمد، اتوجه اليه بكل الشكر والله والتقدير. ولا اخفي حضرتك سرا ان يعني كان عندنا شغل وعندنا حاجات كتيره جدا النهارده، والحقيقه انا موضوع المحاضره او الاجتماع شدني فدخلت، فيعني الحقيقه جذبني الحديث حقيقي فعلا. الدكتور عبد الباسط بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، حديثك شيق ومنسق وجميل، واستفدنا منه
الكثير، بالرغم ان في معلومات بسيطه لكنها هي مش بسيطه، هي قيمه، وحضرتك يعني عرضتها بصوره رائعه ووجدت حلول لبعض الاشياء، يعني مثلا زي الادخار، ازاي نعلم اولادنا الادخار، يعني واحد بيبقى نفسه يعلمهم، برضو خطوات جميله جدا. النظام، المشاركه، الاطفال ازاي وهم صغيرين ينظموا. الحقيقة أنا متابع الحديث والاجتماع من الأول. شابوه دكتور عبد الباسط إن حضرتك ما خلتناش نترك ولا دقيقة من غير متابعتك. شكرا لحضرتك، شكرا دكتور أمير، شكرا طيب. أستاذة هادية، جزاكم الله خير. أنت شكرا لك وكلامك طيب، شكل طبعا مصرية. أيوة الأستاذة صفيناز معلم أول لغة عربية في مصر وكبيرة معلمين، ده معانا مدربة، وبكرة لها لقاء مع البدلت إن شاء الله. بإذن الله أشكرها على الكلام الطيب، وهي فعلا هو هذه المعلومة قد تكون بسيطة جدا جدا لعند ناس، أو في ناس تقول لك يعني إيه المعلومات دي، ولكن عند بعض الناس بالذات اللي عندهم بعض مشاكل أولادهم، وإحنا حاليا حتى الأولاد كلها أصبحت عندها هذه المشاكل وعندها الاستهتار، حتى لو ما عندهمش أي مشكلة صحية. وعجبني حضرتك النواحي الاجتماعية، ده تواصل جميل جدا. لما اتكلمت حضرتك عن أعياد الميلاد والتواصل، يعني التواصل مع الآخرين مهم جدا، يعني لازم نعرف الفرق بين الاتصال والتواصل. يعني التواصل يكون بتبادل التحايا وبتبادل الهدايا، أعمال وأنشطة زي ما حضرتك ذكرت بالضبط يا دكتور. الحقيقة مهمة جدا النواحي الاجتماعية دي، تقريبا هي اللي بتنمي شخصية الفرد وبتنمي شخصية الطفل من هو صغير. بتنمي شخصيته وبتخليه على تواصل، بتخليه على تآلف. نعم، حاجات كلها مهمة. وأنا لا أريد أن أطيل، يعني أنا كان ليا صديقة من كام يوم، يعني كانت بتشتكي إن بنتها يعني حاسة مثلا بتستفز منهم أو بيكتموا عليها. يعني ما هي لو سبع برضو محاضرة زي دي اللي هي فن التواصل، اللي هو إبداء التحية، بتتبادل معهم الأنشطة، بتتبادل معهم الهدايا، بتؤدي لهم الجميل. على فكرة العطاء بيدي ثراء وبيدي نمو للشخصية وبيدي حب وسعادة وحياة. يعني لما الطفل ينمى على العطاء وتبادل السعادة، إن هو يمنح دائما السعادة. السعادة مش لازم تكون سعادة مادية يا دكتور، في سعادة معنوية بحل مشكلة، بنشاط، بإن أنا بساعد زميلي. يعني نشرح لبعض الدروس، وده كان سبب من أسباب تفوقنا. لما يعني أنا كنت أفتكر وأنا في مرحلة الثانوي وفي مرحلة الجامعة، كان زمايلي في أشراء بشرحها لهم وبقدمها لهم، فده طبعا بينمي جدا الشخصية، حتى بيثبت المعلومة، يبقى ان هو فاد واستفاد. فالتواصل اللي حضرتك اشرت ده ليه يا دكتور مهم جدا، بارك الله فيك. تسلمي، الله يبارك فيك. الاستاذه سوزان تفضلي، افتحي المايك من عند حضرتك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. صوتي واضح استاذ امير؟ نعم نعم. كل الشكر لك والأستاذ المحاضر على هذه المحاضرة القيمة. فعلا كلنا بحاجة إلى هذه المعلومات كي نستطيع أن نتعامل مع الأطفال جميعهم. أيضا شيء آخر بالنسبة لأدبيات التواصل، وهكذا أنا أطرح عليها تسمية إن سمح لي الأستاذ المحاضر، هذه المعلومات الدقيقة، حتى أن الطفل عندما يأكل، لاحظ هذه الأدبية، يعني عند الصغار وعند الكبار يجب أن ننميها، يجب أن يغلق فمه أثناء، أو أن لا يجعل مثلا الطعام يظهر للآخرين. هذه من أهم الأمور التي يجب أن يتعلمها الكبير قبل الصغير والصغير قبل الكبير. إذن هي لا تقتصر فقط على الأطفال الصغار، هذه من برستيج الحياة يجب أن يتميز بها الجميع.
إذا دقة في أدق التفاصيل التي ذكرها. مشكورا الأستاذ المحاضر، فعلا أشياء رائعة وملفتة للنظر ونحتاجها جميعا في حياتنا الواقعية. لكن ما رأي الأستاذ المحاضر عبد الباسط عندما يمنع الأطفال مثلا من الذهاب إلى أي مناسبة؟ إذا هذا أليس غبنا لهم وإجحافا بحقهم؟ مثلا أي حفلة يكتب جنة الأطفال منازلهم، لما لا تتيحون للأطفال أن يعبروا عن رأيهم؟ هم البهجة، هم البهجة الحقيقية للأهل في أي مكان، في أي مكان، مهما أصدروا من ضجة أو مهما فعلوا. لكن إن لم نستوعبهم، لماذا نحن آباء؟ لماذا نحن سنكون أسر؟ وشكرا لكم. عفوا، شكرا لك. الأستاذ تيتشر مستر محسن، افتح من عند حضرتك. طيب أستاذة فتحية، طيب فتح خلاص، لحظة واحدة. تيتشر مستر محسن، أوكي تفضل مستر. نعم محسن الحاتمي من سلطنة عمان. أهلا وسهلا بك، تفضل. أمتعتنا في هذا يعني بكلمة تحمله الكلمة من معنى، بداية من خروج الطفل إلى الحياة منذ ولادته وحتى بلوغه سن الاعتماد على نفسه من 18 عاما فما فوق، إشراكه في معترك الحياة اليومية، في الحراك اليومي النشط. أنا راح أختصر لك بهذا، يعني في الحراك اليومي، بتعليمه، بصحابه. هناك بعض يعني قد يكون الطفل في بعض العوائل العربية، أنا أقول لك في الوطن العربي، هو يتركوه تلقائيا يتعلم ما تفعله والدته أو والديه أو أخوانه الذين سبقوه بالعمر، هو تلقائيا، يعني هو ما يعني يخصصوا له وقت معين، أنت تعال كذا وأفعل كذا، أنت فاهم قصدي، لا؟ وتلقائيا يأتي مع مرور الوقت. عندنا في سلطنة عمان صح كذا، يعني صح، وفي يعني مثل أنت ما عملت شاكرا دكتور، يعني تحديد أوقات كذا. سؤالي دكتور، عندي عبد الباسط معي؟ أيوة معاك. شوف دكتور، أنا حاليا أنا لست أب أسرة ولا والدين، لكن لي القدر الكافي في التعامل مع الأطفال وفي المنزل. شوف، بعض الأطفال يعني بصحة وعافية والحمد لله، ليسوا يعني بفئات احتياجات خاصة أو ما شابه، يعني تجي الصراخ تقول له تعال، لا لا لا، يبكي هذا، يعني قد يمكن هو محتاج في يضمر حاجة، لعبة أو شيء كذا مثل ما تفضلت، أنا استمعت كامل، أو يضمر على أنه يريد إلى أن يذهب به إلى منتزه معين، حديقة معين، قد أنت أجلت هذه الرحلة أو اصطحابه وبدأ يتملكه نوع من العناد أو البكاء أو التمرد. معي دكتور؟ معاك. هذه النقطة الثانية. الثالثة، في بعض الفئات الخاصة، أو أنا راح أذكر لك، يمكن تمطر، يمكن هذا غير موضوعنا اليوم، لكن لا مانع في دورات قادمة، بعض الأطفال يعني يرددون كلمات لا يفهمها، تبقى حصرا للوالدين وبالأقرب بالذات والدته، قد يحتاج إلى مثلا لعبة معينة، أنا شرب حاجة يعني ما تفهمه إلا والدته، وأحيانا الوالدة ليست كل وقت موجودة معه، قد يوجد معه عمته، خالته، أخوه الأكبر، أحد من أفراد لا يعلم ماذا يريد بتلك الكلمات التي يتلفظ بها. شكرا جزيلا دكتور، وشكرا على الحضور، وتصبحون على ألف خير. جزاك الله خير. شكرا يا مستر، الله يبارك فيك. الأستاذة فتحية تفضلي، آخر متصل بقى، وبعدين إن شاء الله. أستاذ فاضل اللي تحدث، أني فعلا هناك في بعض أولاد بالطبيعة أو بالفطرة، أن الأولاد اللي ما عندهمش مشاكل، هنتكلم عن عندهم مشاكل، ما عندهمش مشاكل بمراحل نمو، مراحل النمو ده بيمشي بها مراحل طبيعية، أن هو في بيبقى مثلا مهارات، ماشي مهارات لغة، مهارات تفكير، مهارات تركيز، انتباه، كل سن معين وكل وقت معين بالولد بيبقى تلقائيا
الأول بيغنغن بيقول با بيقول بابا بيقول ماما بيقول عايز أشرب، إلى أن يتعلم دي في مهارات بتاعته بيتعلمها، لأنه هو لديه كل الإمكانيات الجسمانية والعقلية أنه هو بالتقليد بيمشي فيها. إحنا طبيعي أول ما يريد حتكلم عربي، نفس القصة في بيئة أجنبية حتكلم أجنبي طبقا لدولته، لأن الفطرة والبيت اتعلم منه تلقائيا. ولكن هناك في بعض أولاد لديهم مشاكل زي ما هو حكى دلوقتي، ما بيعرفش المراحل بتاعته تبقى متأخرة، يعني زي ما قلت عمره العقلي غير عمره الزمني، فلما عمره العقلي بيبقى أقل من عمره الزمني لابد إحنا بتتدخل وبنعلمه هذه الأشياء. الحاجة الثالثة اللي هو اتكلم عليها ان في بعض أولاد بيبقى ما حدش بيفهم لغته، ما هو ده في تأخر لغوي، هو ما بيفهمش لغته لما بيكون في المرحلة العمرية اللي هي أقل من سنة، لكن مدان عدى سنة بيبدأ يطلع حروف بيطلع كلمات يطلع عبارات فكده بالطبيعة. فهو مدان عدى الطبيعة بتاعته أو عدى المراحل العمرية بتاعته فبيبقى عنده مشاكل. مشاكل اللغة دي ليها أكتر من حاجة، قد تكون مشاكل في الحق، قد تكون في سقف الحق، قد تكون في الأسنان، قد تكون في بعض خلايا المخ، قد تكون في الشفة في الشفة، قد حاجات كتير. فلما يكون الولد كلامه مش مفهوم وعدى المرحلة كلامه مش مفهوم في المرحلة العمرية الأولانية اللي هي لغاية عمر سنة ده عادي، لكن لو بعد ما عدى سنتين ثلاثة وبدأ كلامه مش مفهوم لا يبقى لابد أن نتدخل طبيا أولا، وبعد كده نتدخل تأهيليا إن الولد ربما يكون عنده مشكلة فيما قبل اللغة، لأن في حاجة اسمها ما قبل. تفضلي يا أختي. تفضل أستاذة فتحية آخر متصلة، تفضلي. السلام. وجزيل الشكر للأستاذ أمين والأستاذة حادية والدكتور عبد الباسط، محاضرة قيمة وغاية في الإبداع. بس حبيت نحكي على إن هذه المهارات يعني هي عبارة عن قيم وأخلاقيات منبثقة من ديننا الإسلامي، يعني المفروض إن كل بيت عربي مسلم يعني هذه جزء من الهوية الإسلامية، تحفظ لنا أخلاقنا وقيمنا وهويتنا. لكن الإشكالية تقع في إن بعض أولياء الأمور. نعم. ألو. أيوة. نعم. سمعين حضرتك. صوت واضح. واضح. أيوة تمام. هو كان الأول فيه شوية هزة كده. تفضلي. نعم أستاذي الكريم. ألو. تفضلي أستاذ. تفضلي هي سمعينك. أيوة دكتور سمعينا. المشكلة إن في بعض أولياء الأمور يحاولوا يبعدوا هذه القيم وهذه الأخلاقيات عن أطفالهم. أيوة نعم. ممكن الدكتور مش سامع. تفضلي يا أنا سمعت. فبعض الأولياء الأمور هداهم الله، لما يجي الطفل للروضة فأنت تحاول تعلم هذه المهارات، تغرس فيه هذه القيم، فيجي ولي الأمر يطلب أنت مش مطلوب منك تعلم القيم والأخلاقيات هذه، يعني بعت بيش يتعلم لبيه يتعلم أنشيد إنجليزية وكلمات إنجليزية، بالرغم من أنه توجد أنشيد إسلامية مثلا يبتكرها المعلم حتى يعلم الطفل هذه الأخلاقيات وهذه القيم. هل الصوت واضح؟ عيدي سؤالك الثاني. أعيدي سؤالك الثاني. يعني حنعيد من جديد. أوكي. معلش لا عادي عادي، المهم يكون صوتي مسموع. فقلت لك يا أستاذي الكريم إن هذه المهارات هي عبارة عن قيم وأخلاقيات منبثقة من ديننا الإسلامي، منبثقة من ديننا الإسلامي، يعني المفروض نحافظ عليها ونورثوها لأبنائنا. لكن اللي حدث الآن إن في بعض أولياء الأمور ينظروا لهذه القيم وهذه الأخلاقيات إنها عبارة عن تخلف، يعني عذراً على الكلمة يعني بين هلالين، فينظرونها هي عبارة عن تخلف، يرجع الأطفال للخلف وما يبوا يعني يتخلصوا منها بمثابة قيود للطفل. ليش أنت تعلم الأخلاقيات والأدبيات هذين؟ أنا جايب هنا نبيه مثلاً يتعلم أناشيد إنجليزية كلمات إنجليزية، أنت مالكش علاقة بهذه القيم كمعلم، برغم أن المعلم دوره مربي يتكامل التعليم والتربية. نبي نعرف يعني كيف تتعامل مع هؤلاء النوعية من أولياء الأمور.
إذا كان سؤال يعني واضح وفهمت أستاذ الكريم. هو المشكلة عندنا كمان حتى في العرب عموما يعني إن إحنا بنقلد تقليد أعمى. يعني المفروض الطفل لغاية العمر الإنمائي بتاعه اللي هو 5 سنين المفروض الحضانات بتبقى عبارة عن لعب وتعليم حياتي زي كده. هو مش لازم يمسك ورقة ولا قلم عشان خاطر أنامل. إحنا كلنا ليه الكتابة بتاعتنا مش مظبوطة أو خطنا وحش؟ لأن تعلمنا الكتابة والقرايبة قبل ما الأنامل وأصابع تاخد وضعها الطبيعي. كمان بناجي بنعلم أولادنا بالتقليد، عايزين نعلمه إنجليزي وهو لسه ما تعلمش العربي اللي هو لغته الأصلية اللي هو بيشتغل بيها في البيت وفي الشارع وفي كل حتة. فهنا الولد بيبقى فيه لخبطة معاه بين الاثنين. الحاجة الثانية زي ما قلت أنت، في بعض أولياء أمور بتفكر إن ولده لما تعلم لغة ولا بتاع دي حاجة برستيج عالي ومش تخلف واو كلام زي ده. لا بالأسف، لأن إحنا حالياً بعدنا عن تعليم أولادنا حاجات كتير، بعدنا عن الأخلاق، بعدنا عن القيم، بعدنا عن العادات، بعدنا بإن إحنا سايبين أولادنا للتلفزيون، سايبينه للنت، سايبينه للتلفونات، وبعدنا إن حتى الحكاوي ده يقال إن لابد إن الواحد يحكي مع ابنه حتى لو هو نائم، لأن هو نائم خلايا مخه بتسمع، خلايا مخه بتخزن. ولابد إني يعني في مثل أولت امبارح عجبني بكلمة ينقص أولادنا في تميل لا. شوف كلمة في تميل لا دي تدخل نظر. يعني إيه في تميل لا؟ في تميل لا إن إحنا أولادنا ما علمهمش كلمة لا، لا دي غلط، لا دي ما تعملهاش، لا دي كذا، لا بنسيبه. فهو ما عندهوش في تميل لا، فبيعمل الأخطاء اللي ما حدش علمه يعني ده غلط وده صح. فده كلامك يعني مظبوط، لكن احنا المفروض دلوقتي المفروض الاسر هي اللي تتثقف، الاسر هي تتعلم، لان الاسر زي ما انا قلت دلوقتي الاسره مدرسه والام مدرسه. ان علمت اما علمت شعبا. فالام في الام في الام لها طبعا حاجات. تسلم يا دكتور، جزاك الله كل خير، وبنقول لحضرتك شكرا جزيلا من القلب.